أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة، مشيرا إلى أن بولتون تقدم فعليا باستقالته اليوم. ترامب قال على تويتر إنه سيعلن الأسبوع القادم عن مستشاره الأمني الجديد، مشيرا إلى أنه أبلغ بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، موضحا أنه يختلف وبشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون. للمزيد من الفهم ينضم إلينا هاتفيا من نيوجيرسي الأستاذ هاشم كريم، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. أستاذ هاشم، إذن ما هو الموقف الآن بعد هذه الاستقالة لمستشار الأمن القومي الأمريكي؟ والله يعني الاستقالة ليس لها تأثير دولي أو تأثير أمني كبير بالنسبة لجون بولتون، فأعتقد ربما الاستقالة كما تعلمين كان فيه وفد من يتفاوض في مفاوضات سرية في كامب ديفيد، فطبعا يعني كانت عملية شكلها كان غير مقبول حتى بالنسبة للصحافة، لأن بيبقى فيه مشاورات مع دولة أجنبية يجب أن يعلن عنها على الأقل يعني. فبالطبع ما كانش فيه أي إعلانات، ويعتبر هو مستشار الأمن القومي ويتكلموا على حاجات مهمة جدا خاصة بهذا، فأعتقد كان هو حس يعني إن لم يصبح له التأثير الكبير في هذا الموضوع. فده كان يعني ربما سبب رئيسي. السبب الثاني إن ترامب بيتخذ قرارات أصلا ربما بدون الاستشارة، ليس فقط مع مستشار الأمن القومي، مع ربما مستشارين آخرين في الجهات الأخرى اقتصادية أو أمنية. يعني بياخد قرار يعني تعتبريه إذا قرار عشوائي أو قرار سريع بدون التدخل والدراسة في هذا الموضوع. وربما في تعيين سيتم تعيين مستشار آخر الأسبوع القادم. وللعموم يعني دي حاجة تبقى طبيعية، لأن حاليا ترامب في نص ولايته يعني قضى سنتين، فاضل له سنتين بين 19 و 20 في الحكم، فبيحصل عموما تغيير في الفترة ديت بالنسبة لبعض المسؤولين. يعني هو تغيير يبدو طبيعيا دون النظر لمعارضات من تثبيت بولتون في ولايته؟ لا لا طبعا. حتى وان كانت هناك معارضه من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لتثبيت بولتون؟ والتثبيت بولتون في ولايته يعني لا يمكن يتم تثبيته اصلا. مستشار الامن القومي، ولان مستشار الامن القومي من الناس اللي هم بيجوا باختيار الرئيس والكونجرس ما بيسالوش. الكونجرس بيستفسر عن كل التعيينات، لو عين اي وزير او السفره او قضاه في المحاكم الفيدراليه الكونجرس بيسالهم وبيدي عليهم موافقه، او لو في اعتراض بيقول. ما عدا بعض المراكز مستشار الامن القومي بيبقى خاص بيه، مش محتاج موافقه، ومدير مكتبه محتاج موافقه. فيعني ما اعتقدش ان ده هيسبب اي مشكله في هذا الموضوع. كيف تتابع الاصداء لهذه الاستقاله لبولتون استاذ هاشم؟ الاستقاله بالنسبه لهم يعني هو ربما يكون هناك نقل من بعض الاخرين، لابد استضاح ما هي الاسباب الحقيقيه. اذا جاء بولتون وتحدث واعلن لماذا هو استقال وما هو وجه الخلاف، يكون هناك مناقشات. انما اذا كانت استقاله مبهمه وان هو قرر يقدم استقاله والرئيس هيعين واحد ثاني، فبيتركوها طبعا كما تعلمين الصحافه والاخبار والنيوز على اساس كل واحد يحاول يستفسر ويجد ما هو وراء هذه الاستقاله. ولكن اعتقد يعني الاستقاله يعني هو حتى لسه مطلع بقول لك اي انفورم جون بولتون لاست نايت ذات هيز سيرفيس ار نو لونجر نيدد. يعني حتى I disagree strongly with him. يعني فطبعا يعني حتى الاستقالة شكلها مش لطيف، ان هو رئيس الدولة يعلن ان هو طلب منه الاستقالة وان هناك خلافات سياسية وبعض التناقضات في الآراء فيما بينهما بشأن ملفات سياسية. شكرا جزيلا لك أستاذ هاشم كريم عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من نيوجيرسي. شكرا لك.